السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. مصري إعلامي مصري وين يرد يعني على قال لك شماتة الجزائريين في نهضة بركان يرفضها أنصار الزمالك، لا دخل لكم في هذا المباراة. حوالا غادي يقولها، سمعوا تشوف. على قلت لكم ولينا في طول، حنا نلعبوا، حنا نجيبوا الألقاب، ولينا نفرحوا كي واحد يجيب لقب نادي خاطي كاع، زمالك ولا مغربي ولا تونسي ولا خاطي. انت عندك انت مناصر تاع، انت كيفاش تهدر كي يقول انا علاه ما نجيبش، انا علاه نخرج، انا نخرج بربعه نخسر بربعه. ديجا هنا هذا الاعلامي راه داير البيان تاع صفحه تاع السياربي، تاع السياربي يعني تبارك في تبارك تبارك. قال لك باركونا يعني بخبث، قال لك هذا النادي انصار هذو باركونا بخبث يعني ضد البركان. قال لك لو كان جينا ضد نادي واحد اخر ما يباركوناش. سمعوا شو سمعوا شكلكم، اسمعوا ها يلا بالفيديو، ماشي راني نقول على هذه. قلت لكم شوف لكم، ولينا ما كانش كاينه هذه. جيبوا لي انصار مقبل جزائريين كانوا يديروا هذا الصوالح، جيبوا لنا تشوف، جيبوا لنا. وقبل ما اتكلم عن فريق نهضه بركان وتعليقات الصحف الجزائريه على تتويج الزمالك وشماتتهم في نهضه بركان، مش عارف هم مالهم اصلا، ايه دخلهم، خلونا الاول نتكلم. شكلكم ايه دخلوكم ها شو قالكم، ايه دخلوكم بعض الجزائريين وشماتتهم في فريق نهضة بركان، ويعني قال يعني كده احنا هنفرح، بالعكس مش هنفرح بكلام الجزائريين عنا حتى لو باركولنا بارك، بس من غير سخريه من نهضة بركان وخريطه المغرب. كيفاش بس تعرفوا، بس تتعلموا خطره اخرى، ما تدخلش العرس بلا عرضه. دخل العرس بلا عرضه، انت شي دخلك، ما تدخلش عرس بلا عرضه، خش ما تدخلش معايا. فرج مباراه نعلق عليها انا كيوتيوبر، ندير مباراه نعلق عليها. ما نبارك نورمال هادي. وهذا ما هذا مصري كي يهدر ويقول لهم ربحنا ومنا ربحنا. هذا الاعلامي المصري يقول لهم بلي ربحنا ودرنا ومنا والحمد لله. يعني ما كان لا تنظيم مليح لا والو. اي نادي عربي انتوما في الفينال، مصريين في الفينال، ما يتسامحوش باي طريقه. خطره النجم الساحلي وقيل التونسي ربح الاهلي في الاهلي فينال، يوم جاو طالعين المنصه الشرفيه بيدوا اللقب تاعهم، يوم دق تقوم هراوه طايحين فيهم بالمطارق بالعمد تاع اللي كانوا رابدين بهم الماء، طايحين فيهم هراوه، يا هراوه. العام اللي فات الوداد مركبونت، يوم ما خلاو لهمش سيمانه هما. ليش نحن قوم، نحن من ليش تربحوا، كي ربحوا داروا عليهم فريق ولا يعينوا فيهم، ضربوهم قايسوهم داروا كلش. هما يعرفوا كيفاش يمدوا الحسل، بصح كي تطيح عنده والله ما يرحمك، يربح معاك العيب نورمال عادي، كيما بغيت ديرها، كيما بغيت يضربك يدير لك كلش، يحقرك نورمال. تشوف بيناتي، يعني دو بيناتي فالاب عند بركانه، دو بيناتي فالاب. نهضروا رياضه، نهضروا سبور. خلينا شوف، الله يرحم الشوابي، انا كي راني نهضر لكم خلوني من السياسه، خلونا من السياسه، انا نهضر لكم رياضه. كي تبقى تشوف دو بيناتي نورمال، حقروهم نورمال. واحده تاع البار هذيك تاع اللي لقاه قلبه، هذيك فما قالك بين، ماشي بيناتي وحمراء تاع الزمالك، ديرك خرج يقلع قدام لاربيت بعيد عليه بخطوه يشوف فيه والو، لعب جوي لابونتاج قالو لا ما كان والو. مالكم ما تعلموا كيما هكا، هذه حساباتهم هذو هما كيما هكا مصريين، كيما هكا مصريين ولا كيما كاين هما
يعني ما فاني كل التواسة التواسة طي عندهم فينال عندهم والله لقلاوك والله لقلاوك والله لا اي تبقى تشوفيهم عندهم الحق والله لا عندهم الحق اخويا يدق دقك وروح شكية انا غادي ندق دقك نربحك ندلو كلش روح شكي لبيت شكية وما على بالي بيك يا روح هذه هي كيما هكا هي كيما هكا يعني الالقاب تتمد بالقوه ما تتمدش بال بال خويا خويا هذه هي الالقاب تتمد بالقوه صايك كاش كاع اخويا بين انتوما سهله يبغيك الله يقول لك انا يقول لك انا لا احتاج لا احتاج المساندة تاعك والتهنئه تاعك لازم تتعلموها هذه اي مالكم احنا والله جزائريين والله العظيم كاين بزاف جزائريين راهم يخرجوا واحد الناس راهم يعطوا صوره باللي احنا هادو راهم يمثلونا واحد كيما ذاك هذاك المخلف هذاك البكلب هذاك كاين واحد الاعلاميين راهم يخرجوا يهضروا كاش كاينه هذه انصار روح عند الصيفيه ولا روح منا ولا روح والله ما كانت كاينه هذه تاع نخرج خطر سطيف سطيف 88 عثماني تاع سطيف في الاهلي فينال دومي فينال مشي قلعوا له الكاسكيطه كان الحمار ديال قلعوها لها قلعوها له العربي الهادي روح العربي الهادي يقول لك على مصاروه روح قرزوا له هنايا زوج ضلوع قرزوهم له مازال لليوم كان غادي يموت زوج ضلوع قرزوهم له كان غارديا هذه الناس اللي ما على بالهاش قرزوا له هنايا زوج ضلوع في الكوتي هذا ضربوه زوج ضربات قرزوهم له خرجوه ميت مالكم كان غابن وصابوه من البار كان مليح في ذاك النهار العربي الهادي غارديا صابوه مليح من البارا البارا قتلهم دخل تحت هذاك ذاك اللي راه ضرب اونترينر هذاك الكلب هذا راه خطوه بالكود خطه بالكود وكان خشين خطه بالكود طرطق له زوج عظمات اللي هنا في الاخرى ومركو بنت هذاك التونسي اللي ربي خلص لي حرقه في كل تقلاب هذاك العربيت هذاك كوفرو اورجو وكوفرو للغارديا وطلع السونتر طلع السونتر 90 كوب دي كاليفيكاسيون كوب دي موند في ايطاليا مدي انا ما نبغيهمش انا ما نبغيهمش ما روحي قود وي ما نبغيهمش انا تالي 2009 من بعد نروح انايا تا يخرج انا كلب كيما كاعلامي كيما هذا يقول لكم ما خصناش التهنئه تاعكم لا نحتاجها ما خصناش التهنئه تاعكم انا نفكروا باللي استاد فيه بالك 60,000 واحد مشي لابد علام تاع فلسطين انا نقول هذا الاعلامي استاد كومبلي واحد مشي لابد علام تاع فلسطين سيسي كاع باين عليكم سيسي قابل عليكم ها هو عاد يبدل عليهم هاكا جزائريين ولا توانسه ولا مغاربه والله لا يردوا عليهم تاع فلسطين يردوا خلينا من السياسه تاع المغرب والسياسه تاع الجزائر والسياسه تاع تونس خلينا رانا نهضروا على الجامع على الشعب يردوا الاعلام تاع فلسطين يردوه توانسه يردوه جزائريين يردوه مغاربه يردوه يردوا الاعلام وهذا يهدر صح يحتفلوا به منا يحتفلوا كلش ما كانش كاع اشكال عندهم يقول لهم توما 80 وقيل 60,000 ولا 70,000 البارع متفرج في الزمالك كاش واحد رد الاعلام هذي كمان ما تقولك لا يسهل علي البحث حتى يخرجوا بداو يعايروا فيكم بداو يعايروا فيكم بداو يقزعوا فيكم والله اللي بداو يقزعوا فيكم قالك بدون شماته على ما قالك التهنئه تاعكم تاع شماته في نهضه بركان قالك لا نحتاجوها كزمالك لا نحتاجوها اعلام ديرك خرج ديرك نهضرها لك سمعتوه مي قالها سمعتوا الفيديو ماشي قلت لكم هم يقولوا لا نجيب لك فيديو كون ما سمعت الفيديو انا ما نجيش نقولها والله ما نهدرها كيما قولوا غير تبعونا ناس يروحكم
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو.